في البيبر كروماتوغرافي هنا بنستخدمها mainly عشان نفصل solids. السوليدز دي بتكون دايبة في نفس الليكويد. يعني مثلا لو اتكلمنا على الأورنج كولر، الأورنج كولر هو عبارة عن ميكستشر ما بين اليلو كولر والريد كولر، فبالتالي أقدر أقول إن التو سوليدز هنا اللي هو اليلو والريد الاتنين دول بيكونوا ميكسد في الووتر عشان يدوني الأورنج كولر. ايه اللي بيحصل؟ ان البارتكلز هنا اليالو والاورنج هيحصل لهم سيباريشن بيزد على السايز بتاع البارتكل. كل ما البارتكل كان صغير كل ما بيقدر يعمل او يقدر يتحرك في الكروماتوغرافي بيبر بشكل اكبر، وكل ما البارتكل كان كبير حجمه كبير كل ما فضل تحت في الكروماتوغرافي بيبر. فالكروماتوغرافي بيبر هي بيبر بتستخدم عشان تفصل dissolved solids from a liquid. Dissolved solids from a liquid. From والليكويد هنا بيكون solvent عشان السوليدز بتكون دايبة في نفس السولفنت.